أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا اليوم الجمعة 30/12/2016، وإليكم الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي من الشرق مع وجود امتداد مرتفع جوي من الغرب. تصاحب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا على البحر غربا، والطقس صحو إلى غائما جزئيا أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. نلاحظ في الحرارة الساحلية في أواخر العشرينات، أما الحرارة الداخلية في أوائل الثلاثينات، والحرارة الجبلية في أوائل العشرينات. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون متوسط الموج، أما الحال في بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج. طقس الغد صحوا إلى غائما جزئيا أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعة الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية. والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع في الأيام المقبلة، وفي أمان.